نعم بالضبط. تمام. الهدف من البريشر ريليف فالف هي نوع من الحمايه، كانها نوع من الفيوز او السيركت بريكر، هي اقرب للسيركت بريكر، لانه السيركت بريكر بس يخلص المشكله شو بتعمل؟ بترجعها. فاذا ارتفع شيء معين، اذا ارتفع صار عندي مشكله معينه، بكون انا حاطط بريشر ريليف فالف في السيستم. البريشر ريليف فالف في هذا السيستم الريتنج تبعتها 750 تي اس اي. ففي عندي انا هون بريشر ريليف فالف سيتنج، السيتنج تبعتها بهذا السيستم 750 تي اس اي. لكن اجى المصمم سال السؤال، قال طب انا حطيت البريشر ريليف فالف سيتنج على 750 تي اس اي، خلال فتره الكوشننج ايش راح يصير بالزيت؟ رح يرتفع الضغط، مظبوط؟ عماله هو بحاول يقاوم الهاي، في له اكسلريشن، بده يعمل اكسلريشن معينه، والاكسلريشن رح ينتج عنها بريشر، لانه حتى عندي هون الاكسلريشن هاي رح تسوي بريشر فيها هلا بنحسبها. فالسؤال اللي ساله قال هل ممكن انا اكون حطيت المسافه هاي صغيره لدرجه، او الاريا هاي مثلا صغيره لدرجه بحيث انه البريشر ارتفع ضرب البي اس البريشر ريليف فالف وفتحت هاي بتصير مشكله. ليش مشكله؟ بالضبط، بصير كل ما هذا السلندر شغال وصل اخر مراحله اللي بده يعمل عندها، بلاقي البريشر ريليف فالف فتحت والليكويد طلع من الهاي كنوع من الحمايه، ما بتشتغلش السلندر بشكل صحيح. فايش لازم اتاكد؟ لازم احسب الان البريشر اللي رح يصير في اي لحظه، بهاي اللحظه وانا عمال بدفش السلندر، عم بدفش انا السلندر من هون رح يوصل عند النقطه هاي، رح يبدا يرتفع البريشر خلال فتره ال 0.75 انشز هذول. خلال فترة 0.75 انشز بدي احسب البريشر واقارن البريشر اللي بيطلع معي بال 750. اذا البريشر اللي عم بيصير معي اعلى من 750 معناها انا عامل شيء غلط، لانه انا هاي امرجنسي. فاذا انا عارف انه البريشر تبعي رح يرتفع، يا اما بكون في شيء غلط هناك وهذاك البريشر تو هاي، او بدي ايش اعمل؟ بدي اعدل هاي وازيدها واقول الضغط هاي. طب ليش اذا انا حطيت البريشر ريليف فالف لاي اوضاع؟ الاوضاع غير الطبيعيه. اوكي فاهمين؟ يعني مثلا شو ممكن يصير؟ نفترض هذا السلندر ماشي صار في خطا معين واجى بلوك ضخم هون وقف هون منعه انه يتحرك. وعلق السلندر وعمالي انا بحاول اضغط، شو راح يبدا يصير في البريشر اللي موجود هون؟ راح يرتفع وراح يبدا يخرب السيل اللي هون، ويمكن في فالز معينه راح تخرب من هون. مظبوط؟ راح فحتى احمي هذا السيستم من الحاله الخاطئه هاي اللي صارت هون لسبب معين، صار خطا معين، راح واحد مش منتبه حط قطعه معينه هون مثلا، او علق السيستم، او في برغي كان طالع من راح برغي ضرب البلوك هذا فيه ارتفع، حتى احمي هذا السلندر والزيت والبمب وكل الاشياء شو حطينا؟ فقلنا هذا السيستم مصمم انه اذا البريشر وصل 750 او 800 مثلا او 900 فرضا حسب السيتنج تبعته، ما راح يخلي ما راح يضل الوضع زي هيك، راح يفتح البريشر ريليف فالف، راح يخفف الضغط اللي هون ويرجع. وين برجع الاويل؟ عالتانك. اوكي اطفي يا اسف. اوكي الكل واضح.